أعزائي الطلاب، أسعد الله صباحكم. معكم المدرسة عبير معراوي من منصة التعلم الافتراضي في مديرية التربية بحلب. درسنا اليوم بإشراف الموجهين المختصين أستاذ محمد اليوسف وأستاذ محمود الياسين، موجهين المادتي التاريخ الاجتماعيات. درسنا اليوم بعنوان المصالح الاقتصادية تجاوز للحدود السياسية من الوحدة الأخيرة بالكتاب وحدة الاقتصاد. معيار هذا الدرس أول شيء توضيح دور الأنظمة والسياسات الاقتصادية العالمية في قيام التكتلات الاقتصادية وأثرها في التصنيف العالمي. من المتوقع في نهاية الدرس أن يتعلم الطالب تحديد عوامل نشوء التكتلات الاقتصادية. لنبدأ بالدرس. أقرأ ثم أجيب. في قديم الزمان كان هناك مجموعة من الإمارات والممالك تجمعها أرض واحدة تفصل بينها الحدود والحروب. عندما حكم إحدى هذه الإمارات أمير شاب عقد الصلح مع عدد من الأمراء والملوك وجمعهم في قصره ليوقعوا اتفاقا فوقف فيهم مخاطبا. طبعا هون لسه نصوص تقريبا قراءة. كانت بيننا الحروب، فقدنا الكثير من الرجال، هجر شبابنا وضاقت موارد عيشنا. أما اليوم حان الوقت ليعم السلام بيننا وأن نعيد بناء بيوتنا وأسواقنا وتعود الاحتفالات ونرسم البهجة على وجوه على شفاه الأطفال والنساء، نزيل الحدود ليسهل تسويق المحاصيل باختلاف أصنافها، ونتبادل مهارات لتطوير منتجاتنا، وسنسمح للسكان مقاطعاتنا بأن يبيعوا ما يصنعون في كل مكان من بلادنا دون قيود ولا ضرائب تفرض، بل مقابل رسوم قليلة، ونوسع بها الطرقات ونرصف ونحفر آبار ونرفع الرايات ترحب بالزوار. سنخبر سفراء البلاد البعيدة أنه من أراد الانضمام إلينا فمرحبا به، ومن لم يرغب نتعاون معه ونبيعه ونشتري منه بمقابل ضرائب ورسوم. طبعا قصة افتراضية. من قراءتي للوثيقة أجيب على الأسئلة التالية: ما العوامل التي دفعت إلى توقيع هذه الاتفاقيات؟ سابقا بلشنا الاتفاقية قالوا في كثير من الحروب والحدود، أكيد فقد الكثير من الأرواح، هجرة الشباب، ضعف الأحوال الاقتصادية، عندهم رغبة بأن يحل السلام وإعادة الأعمار والتبادل التجاري ويزيلوا الحدود والضرائب. أهم مقومات الاقتصادية والاجتماعية التي تملكها هذه الإمارات: لدي مقومات اجتماعية ذكرت بالقصة، عنا أرض مشتركة، قالوا لي تاريخ مشترك، عادات اجتماعية مشتركة، وأكيد الرغبة بأن يحل السلام والعيش المشترك فيما بين الإمارات. مقومات اقتصادية: يكون عندي مصالح اقتصادية مشتركة، تبادلات تجارية، تبادل مهارات، تبادل منتجات، وإلغاء الضرائب. أكيد لما رح يصير هذا الاتفاق سينعكس على معيشة السكان بتطور اقتصادي وازدهار تبادل تجاري وتحسن في مستوى المعيشة وتمتين العلاقات. هذا سيعطيني رفاهية للسكان ويحل السلام ويصير عندي تطور عمراني وإعادة أعمار وتوسع بالأسواق الداخلية والخارجية. قصة افتراضية. لنبدأ بالدرس الأساسي. شو العلاقة بين إزالة الحدود وإلغاء الضرائب على زيادة الأنشطة الاقتصادية؟ لما بلغي الحدود بين الدول أكيد بيصير عندي تبادل تجاري أكتر، كمان لما بلغي الضرائب كمان بيصير عندي بتوسع الأسواق وبصير عندي سهولة بالتبادل التجاري وتبادل بضائع وبسد حاجة السوق المحلية والخارجية وبصير عندي نهوض اقتصادي بكل البلدان. طيب،
لنبدأ بالدرس الفعلي اللي هو عن التكتلات الاقتصادية. أول شيء قالوا لي إياه هو التكتلات الاقتصادية هو درجة من التكامل الاقتصادي، أعلى مستوى أو يعني درجة من التكامل الاقتصادي بيكون بين مجموعة من الدول، بتجمع بين هاي الدول مصالح اقتصادية مشتركة بهدف توسيع تلك المصالح وزيادة التجارة الدولية البينية بيناتهم. أول شيء أوسع المصالح، يصير عندي تجارة بينية بيناتهم مشان أحقق أكبر عائد ممكن. بدي أوصل لأعلى درجة من الرفاهية الاقتصادية للشعوب. أنا هدفي دايما كدولة أعمل رفاهية اقتصادية لسكان بلدي. طيب، من أمثلة التكتلات الاقتصادية الموجودة بعالمنا اليوم هي الاتحاد الأوروبي. أقرأ النصوص والخريطة ثم أجيب. من أعداء إلى شركاء. بداية تعود فكرة تأسيس الاتحاد الأوروبي إلى منتصف النصف الثاني من القرن العشرين. بالنصف الثاني من القرن العشرين تحديدا ب 1945 تقريبا انتهت الحرب العالمية الثانية. كانت أوروبا في بيناتهم حروب ودمار وخراب، فتعود فكرة تأسيس الاتحاد الأوروبي لبداية هاي الفترة لمنتصف النصف الثاني من القرن العشرين. فالدمار والمعاناة التي سببتها الحرب العالمية الثانية بالقارة أوجدت شعورا بضرورة إنهاء الانقسامات الماضية وأعمل علاقات دولية قوية تحول دون تكرار هاي الكوارث مرة أخرى. أنا بدي أنهي الحروب وأعمل علاقات قوية، وعلاقات طبعا اقتصادية ودولية قوية عشان ما أرجع لهي الكارثة. طبعا هاي الخريطة بتوضح لنا دول أوروبا بالتحديد دول الاتحاد الأوروبي. طبعا مو كل أوروبا هون مبينة، بس الدول المنضمة للاتحاد الأوروبي مثل ما شايفين السويد، فنلندا، كمان عندي السويد، فنلندا، بولندا، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا والعديد من الدول. قارة أوروبا دولة رائدة بالاقتصاد. أوروبا تاني أصغر قارة بالعالم مساحة، تاني قارات العالم كثافة سكانية، تشرف على الكثير من المسطحات المائية يعني البحار والمحيطات، بتضم العديد من مظاهر السطح كمان هي بدي اياها، فضلا عن العديد من المجاري المائية التي تنتشر في أنحاء القارة. طبعا القارة تاني أكثر كثافة سكانية هي واضحة ومبينة. المسطحات المائية أنا بقصد فيها البحار والمحيطات، تشرف على المحيط الأطلسي من جنوب على البحر المتوسط العديد من البحار. مظاهر سطح مثل عندي تضاريس، جبال، غابات، وعندي مجاري مائية العديد من الأنهار الكبرى موجودة بأوروبا. طيب، تعد مركزا متميزا في الاقتصاد العالمي بسبب شو؟ الأسباب اللي خلت أوروبا أو خلت لي قيام تكتل اقتصادي بأوروبا. أول شيء الاستثمار المركز للموارد. عندي الموارد عم بستثمرهم بطريقة مثلى وعم برشدهم وعم بستفيد منهم بالطاقة القصوى. كمان لا مو بس موارد الموجودة عندهم، موارد المناطق الأخرى. كمان تاني شغلة تطبيق أساليب علمية حديثة، كمان هذا تاني عامل بسهم لي بتطور أوروبا، إنه أنا مو بس عم بستثمر الموارد بطريقة تقليدية،
عم بستثمرها بطريقة علمية حديثة بكل الأنشطة الاقتصادية. ثالث شي عندي مواصلات. رابع شي توفر رأس المال. عنا رأس مال كبير فأكيد بحسن بعمل فيه أي شي. اتساع السوق الاستهلاكية. أنا كدولة لما بدي أنتج منتجات، إذا ما في عندي سوق تصريف ففعليا منتجات كسدوا عندي، فأنا عندي سوق استهلاكية. بشوف هذا الشيء كتير بتلاحظوه واضح بأبسط مثال مثل الموبايلات واللابتوبات، وهدول بتلاقوا دائما في عندي شيء جديد. قد ما كان موبايل حديث في أحداث، دائما عم بيكون عندي شيء جديد والسوق دائما عم تتطلب هذا الشيء. طبعا هذا كمثال. كمان عندي وفرة أيدي عاملة خبيرة. ستة صرنا. ومنذ منتصف العشرينيات أعطى الاتحاد الأوروبي دفعا كبيرا للنمو الاقتصادي لدوله. هدول العوامل اللي خلت لي الاتحاد الأوروبي إنه ينهض. أول شيء استثمار مركز للموارد، بطبق أساليب علمية حديثة، عندي طرق مواصلات، وعندي رأس مال ضخم، وعندي سوق استهلاكية، وأكيد إيد عاملة خبيرة. مستفيدة مما سبق، استنتج مقومات. طبعا نفس اللي كل حطيناهم بس رح نصنفهم. طبيعيا عندي كتير من المسطحات المائية، تنوع مظاهر السطح، مجاري مائية وموارد طبيعية متنوعة، والبشرية اللي حكيناها. أول شيء يكون عندي رغبة بإنهاء الحروب والانقسامات والعلاقات الدولية متينة. كثافة سكانية، بطبق أساليب علمية وبستثمر الموارد بطريقة مثلى. مراحل إقامة تكتل الاتحاد الأوروبي الاقتصادي. مرق عندي الاتحاد الأوروبي لحتى صار عندي عدة مراحل بلش فيها. قلت لكم خلصت الحرب العالمية الثانية بال 1945 تقريبا، بعد 6 سنين بلشنا بشكل فعلي بالاتحاد. المراحل بلشت، أول شيء إنشاء مجموعة أوروبية للفحم والفولاذ بال 51. طبعا الفحم كمصدر طاقة والفولاذ كمصدر معادن، مشان أنا يصير عندي صناعة قوية. تاني شيء أنشأوا لي مجموعة اقتصادية أوروبية، سوق عربية مشتركة، سوق أوروبية عفوا مشتركة بال 57. تالت شيء ألغوا لي الرسوم الجمركية بين الدول التي أنشأت المجموعة، فما بقى عندي ضرائب بيناتهم، ما بقى عندي رسوم جمركية. لاحقا أقروا مبدأ انتخاب برلمان أوروبي موحد عشان يصير عندي قوة سياسية موحدة. وبعدين بال81 أبرموا اتفاقية شنغن بال81. هاي الاتفاقية هي اللي بتسمح لحرية حركة الأشخاص والبضائع وإلغاء الحدود الداخلية بأوروبا. بتلاحظوا بتسمعوا من أهليكم أو شيء اللي بكونوا عايشين بأوروبا، أنه أي حدا بياخد جنسية أي دولة فهو فعليا بحسن يتحرك بكامل أوروبا بحرية، كأنه عم بتنقل ضمن حدود دولته. آخر شيء اتفاقية ماستريخت بال92، فعليا صار عندي نظام شيء اسمه الاتحاد الأوروبي. دول الاتحاد الأوروبي حسب تاريخ انضمامها، بتلاحظوا بال57 كان أول شيء ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا. بعدين آخر شيء كانت رومانيا، بلغاريا، هدول بال2013، وكرواتيا. أهداف الاتحاد الأوروبي، عندي أهداف سياسية وعندي أهداف اقتصادية. الأهداف الاقتصادية طبعا أنا بدي من هذا الاتحاد أعمل تنمية بكل شيء، تنمية اقتصادية مستدامة، تحقيق مبدأ حرية التنقل للأشخاص والبضائع، أعمل عملة موحدة اللي هي اليورو صارت، اتباع سياسة اقتصادية مشتركة كلياتهم موحدين الأسعار والمنافسة بيناتهم، وتكوين قوة اقتصادية عالمية. هاي أساس
الاتحاد تكوين قوة اقتصادية عالمية بمجال الزراعة والصناعة والتجارة، قوة اقتصادية عالمية يعني تخطيت أوروبا. طيب، بمجال السياسي والاجتماعي أتبع سياسة خارجية موحدة، صرت بدال إنه مثلا كذا دولة كأنه عم بتعامل كدولة واحدة، فسياسة خارجية موحدة باتخاذ المواقف الموحدة بالمؤتمرات والمنظمات. ثاني شيء أحقق تنمية اجتماعية، اتباع سياسة أمنية ودفاعية موحدة كمان في حال تعرضوا لأي أخطار، وإقامة دستور موحد. طيب، مشان نوضح شلون عملوا صناعة موحدة، هذا المثال بيوضح لنا كيف. تشغل شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات وتسويقها حوالي 57,000 شخص بعدة بلدان بأوروبا. تصنع القطع في مصانع الشركة المنتشرة بكثير من دول الاتحاد الأوروبي. كيف مراحل التصنيع؟ بيصنعوا لي أجنحة الطائرة ببريطانيا، مقدمة الطائرة ومؤخرتها في ألمانيا، الجزء الأوسط من الطائرة والجزء الأوسط كمان بألمانيا، أجزاء من المحركات بفرنسا، الكثير من المكونات الداخلية للطائرة وفرشة بإسبانيا، والقطع الإلكترونية اللي بيتحكموا فيها بجنوب شرق آسيا، ويتم تجميع كل هدول بمدينة تولوز بفرنسا وهامبورغ بألمانيا. طبعا لما عملت الاتحاد الأوروبي كيف انعكس هذا الشيء على دوله؟ شيء بديهي انه انتعش الاقتصاد بكل الدول، صار عندي نمو اقتصادي متطور بكافة الدول، صار عندي عملة موحدة تشكل تكتل سياسي واقتصادي وعسكري قوي، ارتفاع المستوى المعيشة والرفاهية بكامل الدول، صار عندي تطور تكنولوجيا حرية حركة وتنقل للبضائع والأشخاص دون قيود. كيف حقق الاتحاد الأوروبي مرحلة الوصول للمنتج الواحد لما صار عندي عملة موحدة؟ خطوة انه يصير عندي عملة موحدة هي كتير هامة مشان اخلص من انه فرق العملة وكتير وقليل وبدلي وهالقصص وهيك، فكلياتهم فرد عملة. الكثير من العمليات التبادل التجاري، صار عندي اتساع السوق، انا بين ابيع فقط بدولة واحدة بين يصير عندي عم ببيع بمثلا 10 دول او اكثر. هذا الشيء بيشجع على زيادة الانتاج. ثالث شيء التعاون بتصنيع الاليات الكبيرة والتخصص بالانتاج. انا لما بتخصص بانتاج فرضا فقط مقدمة الطائرة، فاكيد عم بعطيها بالجودة الاعلى جودة عندي. بعد الحرب العالمية الثانية تراجعت قوة بريطانيا الاقتصادية والعسكرية. بريطانيا مثل ما بتعرفوا انه هي كانت دولة محتلة العديد من الدول، فبعد الحرب العالمية الثانية تراجعت قوتها الاقتصادية والعسكرية فانضمت للاتحاد الأوروبي. بس انه هي انضمت لهم، بس كان عندها شوية شغلات شوية شروط، انه ما اخذت العملة اليورو كعملة موحدة، ما اتبعت اليورو، تميت على عملتها الجنيه الاسترليني، لانه انه عملتها قوية، ليه انا اغير عملتي؟ عملتي قوية، ما غيروا لليورو. وما انها تعطي مردودا عندها كمان، هلا اول شيء انه عملتها قوية، ثاني شيء عندها مردود زراعي كبير، ثالث شيء عندها معدلات صناعية وخدمات وبنوك كمان عالية، رابع شيء هي رائدة بالتجارة العالمية، وعندها كمان أساسا تعيش أمجاد ماضيها الاستعماري، عندها أطماع استعمارية. طيب، كل هدول قررت آخر شيء بريطانيا أنه تنسحب من الاتحاد الأوروبي وتم لحالها. فبعد التصويت على القرار انسحبوا من الاتحاد الأوروبي بال2019.
بين أسباب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي إنه عملتها قوية، أو هي قوية زراعيا واقتصاديا وتجاريا وصناعيا، والبنوك والخدمات العامة، عندها أفكار استعمارية، فإنه انسحبت من الاتحاد الأوروبي. ماذا لو انسحب كل من إسبانيا، فرنسا، وألمانيا من الاتحاد الأوروبي؟ ما مصير بقية الدول؟ طبعا أنا القوة الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، في عندي دول قوتهم الاقتصادية أكثر من باقي الدول، فمثل ألمانيا وفرنسا مثلا، هن قوة اقتصادية كبيرة. إذا انسحبوا رح ينهار الاتحاد الأوروبي، رح يتم على بعض الدول نوعا ما ضعيفة اقتصاديا حتى صناعيا وهيك شيء، فرح يفقد هاي القوة تبعيتهم. سيفقد الاتحاد الأوروبي قوته الاقتصادية والسياسية، وده يفقد ثقله، وبالتالي ممكن ينهار يعني. رح نجي على الجمهورية اللي هي بلغاريا. كيف أثر انضمامها للاتحاد الأوروبي على بلادها؟ بلغاريا هي دولة بجنوب شرق أوروبا، العاصمة صوفيا. عانت بلغاريا من ويلات الحرب العالمية الثانية من دمار التدهور الاقتصادي، فانضمت لحلف الاشتراكي الاتحاد السوفيتي سابقا. تمام. فبعدين لما صار عندي الاتحاد الأوروبي انضمت له لاحقا. ساهم الاتحاد السوفيتي بإعادة إعمار بلغاريا وساعدها اقتصاديا. طيب، فبدأت أنشطتها الاقتصادية تنمو بس ببطء، يعني عندي نمو مو مثل ما أنا تماما بدي، في عندي نمو بس بطيء. طيب، فلاحقا انضمت للاتحاد الأوروبي، ورح نشوف كيف أثر عليها، حسن اقتصادها ولا لا. مؤشرات الاقتصادية لبلغاريا قبل وبعد، قبل طبعا هون لما كانت عند الاتحاد السوفيتي، وهون لما الاتحاد الأوروبي. طيب، رح نشوف الناتج المحلي الإجمالي كان 13,153,000، صار 63,000، طبعا 13,000، 13,153,000، صار 63، من 13 صرت 63 مليار. رتبة الناتج المحلي كنت أنا رتبتي عالميا 101، صرت 81. طبعا هون ما يعني انه انزلت، لا، هذا مؤشر ايجابي. كان انا كتصنيفي عالميا كقوة اقتصادية 101، صرت 81، فيعني تحسنت اقتصاديا. نسبة البطالة كانت 21.60%، صارت بس 5%، يعني كتير شي جيد. نسبة الدين العام كانت 71% دين عام، صار بس 23%، طبعا 23.10 كدين عام، كمان هذا شيء جيد. بالجدول لاحظتوا انه انعكاس انضمامه للاتحاد الاوروبي هو كان اكيد جيد بمختلف الاصعدة الاقتصادية. كيف اثر الاتحاد الاوروبي في بلغاريا اقتصاديا واجتماعيا؟ شيء طبيعي لما بيكون عندي الاقتصاد متطور وجيد، فشي طبيعي باقي المناحي الاجتماعية رح تكون جيدة، الصحة، التعليم، هدول القصص. أثر الانضمام البلغاري للاتحاد الأوروبي تأثيرا إيجابيا بالاقتصاد البلغاري. كيف؟ وفر أسواق تجارية، صار عندي نهوض بالواقع الاقتصادي، صار عندي قوة نقدية للعملة، ارتفعت رتبة الناتج المحلي مثل ما شفنا بالجدول، ارتفعت قيمة الناتج المحلي،
انخفضت نسبة البطالة، صار عندي وفرة فرص عمل، انخفض الدين العام كمان. يعني بالعموم بشكل عام صار عندي ازدهار اقتصادي لبلغاريا. حلم بإمكانات حقيقية، إن الحل الوحيد للخروج من أي مأزق تعيشه الأمة العربية إنه يتحالفوا، يكمن في تحالفها واتحاد كلمتها وإقامة تكتلات اقتصادية بين الدول العربية، يحقق الحلم العربي بالنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. أنا رح أنقل تجربة الاتحاد الأوروبي لدول الوطن العربي، شي أعمل منه تكتل اقتصادي عربي. طيب مش عندي مبدئية مقومات، أعمل على إنشاء تكتل اقتصادي عربي وفق مراحل واضحة، بدي مراحل وبدي نتائج. مستفيدة من معلوماتي السابقة. طيب أول شيء عشان إمكانات بالوطن العربي، بتمتع الوطن العربي بموقع جغرافي واستراتيجي مميز، درست سابقا أنه هو بيطلع على العديد من المسطحات المائية، بيطلع على العديد من المضائق، موقع استراتيجي هو بقلب العالم القارات الثلاثة، فهذا كلياته عطاني موقع استراتيجي متميز. تاني شي عندي بالوطن العربي في كتير موارد طبيعية بتتوزع على مساحته البالغة. تالت شي معناها عندي كمان مساحة كبيرة، 14 مليون كيلومتر مربع، عنده قوة بشرية هائلة، كلياتهم تربطهم لغة واحدة وتاريخ واحد. بيبلغ عدد سكان الوطن العربي 423 مليون نسمة، يعني 5% من سكان العالم. بيمتلك رؤوس أموال ضخمة، بتوفر له عائدات النفط بالدول النفطية. يبلغ الاحتياطي المؤكد من النفط العربي 61% من الاحتياط العالمي، فأغلبه موجود بالوطن العربي. يصل دخل الدول العربية النفطي من تصدير النفط إلى 200 مليار دولار سنويا، يعني مبالغ هائلة. فدول المقومات اللي عندي اياهم لأعمل تكتل اقتصادي: موقع جغرافي متميز، وموارد متعددة، ومساحة كبيرة، قوة بشرية كمان كبيرة، عندي رؤوس أموال ضخمة. طب شو مراحل إنشاء التكتل العربي؟ أول مرحلة نعمل مجموعة عربية للحديد والصلب، عشان أقوي الاقتصاد اللي عندي، أعمل قاعدة صناعية كبيرة، يتنوع شوي الصناعة اللي عندي، أخرج من إطار إنه بس الصناعات النسيجية والأطعمة والأغذية وهيك، أصنع شوي صناعات ثقيلة. تاني شي إنشاء مجموعة عربية للنفط والغاز ومصافي تكرير النفط كمصدر طاقة. تالت شي أعمل سوق عربية مشتركة عشان يصير عندي سوق استهلاكية كبيرة. أربعة، إلغاء الرسوم الجمركية، أفتح الحدود بين كل بلدان الوطن العربي وأسهل حركة الأشخاص والبضائع. إلغاء الرسوم الجمركية والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع. أعمل قوة سياسية عربية موحدة عن طريق برلمان عربي موحد، وأعمل تكتل، آخر شي تكتل عربي موحد. طيب هاي المراحل اللي طلبوها مني، تمنا النتائج. طالبين النتائج المتوقعة من هذا التكتل: أول شي تحقيق، لما بيصير عندي هذا التكتل بيصير عندي تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية مستدامة بكل النواحي، بصير عندي سهولة حرية حركة الأفراد والبضائع، بصير عندي عملة موحدة، عملة عربية موحدة، كلياتنا نفس العملة، بصير عندي سياسة اقتصادية بتتحكم بالأسعار والمنافسة، ما بصير عندي دولة كتير غنية ودولة كتير فقيرة، أو دولة عملتها قوية ودولة عملتها ضعيفة. تحقيق تنمية بمجال الزراعة والصناعة والتجارة،
اتباع سياسة خارجية موحدة بصير كلياتنا قوة عربية واحدة، احترام لحقوق المواطنين وحرياتهم، واتباع سياسة أمنية دفاعية موحدة كلياتنا بنصير قوة كبيرة، وآخر الشيء اتخذ دستور عربي موحد. طبعا إن شاء الله يصير هذا التكتل بالمستقبل. إلى هنا يكون خلصنا درسنا، وبالتوفيق للجميع يا رب.